اني اتابع مثلا مباراه الهلال والنصر في الجوله التاسعه، ايش المشكله اني اشوف الاهلي والاتحاد في بعدها بجولتين او ثلاث؟ مش بالضروره اني اتابعها في نفس. طيب وشو المشكله برضو لما الهلال والنصر يلعبون مثلا الخميس او الجمعه والاتحاد والاهلي يوم السبت؟ طيب انت تشوف بتاثر على يعني في نفس الجوله، في نفس الجوله، في نفس الجوله، انت افرغت الجولات الاخرى من الاثاره والحماس. انا بانتظر الجوله الرابعه فيها والله ديربي الاهلي والاتحاد مثلا، الجوله السابعه فيها مثلا الهلال والنصر ولا الهلال والاهلي، او كل جوله او كل هذا يكون فيها مباراه كبيره او ديربي. فانا اعتقد هو توزيع الاثاره على مدى جدول الموسم كامل انا اشوف انه افضل، اما يحصر في جولات معينه او اسابيع معينه فانا اعتقد انه هذا قمه الخطا. طيب ابو عبد الله، يعني الملاحظ في اول ثلاث جولات انديه الهلال والنصر لا تلعب في الشرقيه، يعني في الاعوام السابقه شفنا حديث حول هذا الموضوع، اللعب في اغسطس في الرطوبه في المنطقه بتكون تؤثر. اليوم نشوف ان ثلاث جولات الهلال والنصر لا يلعبان في المنطقه الشرقيه، هل تتوقع ضغط الاعلامي كان له تاثير في هذا الجدول؟ طيب اول شيء مين عندنا الانديه الشرقيه؟ عندنا الاتفاق وعندنا القادسيه الفتح وعندنا الفتح، ثلاثة أندية. معقولة ثلاثة أندية هذه لن تقابل الهلال في أول أو النصر في أول ثلاث جولات؟ يعني معقولة إنه الجدولة والله أول مباراة للنصر مع الرائد، أيوة، والهلال بيقابل الأخدود، هذا في الجولة الأولى. الجولة الثانية النصر مع مين؟ الجولة الثانية النصر بينتقل إلى مواجهة الفيحة في الرياض في المجمع. أي نعم. والهلال بيواجه ضمك. في الجولة الثالثة بيكون النصر يستضيف الأهلي، والهلال الرياض يستضيف الهلال. شوف احنا ما راح نقول ان الجدولة اللي صارت جدولة يعني بشكل آلي، لا واضح انه الجدولة بشكل يدوي. الجدولة طيب هل في آلية يدوي؟ في ضوابط لهالجدولة؟ والله في كل موسم تظهر آلية. أنا أتذكر في موسم اللي كان يرأس فيها الرابطة رئيس النصر الحالي مسلي آل معمر، كانوا يتحدثون عن أنه لا الجدولة هي عن طريق الكمبيوتر وهي تحدث آليا. بعدها بموسم تغير الكلام، الموسم اللي بعدها تغير الكلام، كل موسم تظهر آلية غير الآلية اللي قبلها. اللي يظهر لنا الآن في الموسم الحالي واضح أنه الآلية يدوية. ليش؟ لأنه حصل توزيع أو حصل تركيب للمباريات الكبيرة في جولات معينة مثل النصر والهلال والاتحاد والأهلي، ويعني أصبح في تحكم وين تحط هذه الجولة، هذه بتحط فيها إيش والجولة هذه بتحط فيها إيش. تمام. يبدو لي أن الموضوع يدوي، وضع الجدولة في هذا الموسم يدوي. أتفق معك كثير يا أبو سعود في ناحية أنه الصخب اللي كنا نسمع عنه في المواسم الماضية سواء من جماهير النصر أو جماهير الهلال، والله النادي الفلاني ما يلعب في الشرقية في 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 أغسطس أو في الشهور اللي يكون فيه هناك رطوبة وحرارة وغيره، هنا أيضا علامة استفهام. لا النصر بيلعب بالشرقية ولا الهلال بيلعب بالشرقية، يعني لا تزعلون أنتم يا ذولا ولا تزعلون يا ذولا. فإذا كان هذا هو اللي حاصل فهذه مصيبة، مصيبة أنك مثلا أو أنك يعني تستمع أو ترضخ إلى ضغوط جماهير، والله الموسم هذا لا النصر لا راح يلعب في الشرقية ولا الهلال راح يلعب في الشرقية، هذه إشكالية كبيرة. ولكن إذا كانت بالصدفة، وأنا لا أعتقد أنها بالصدفة لأن اتضح من الجدول أنها ما هي عن طريق الكمبيوتر أو غيره أو نظام آلي لا يستطيع أو مش نظام بشري يعني. فاللي واضح انه لا نظام بشري اللي وضع هذه الجدولة او اللي وضع هذه الجدولة يدوية. فهذه ايضا بتسبب، ترى على فكرة ترى هالنقاش تحدثوا فيه جماهير، تحدثوا في موضوع انه لا الهلال بيلعب في الشرقية ولا النصر بيلعب في الشرقية، بدأت تتحدث الجماهير الاخرى. ما نحصر الجماهير، ترى في جماهير الهلال والنصر ولا الاهلي ولا الاتحاد ايضا في جماهير محبة لانديتها تقول لا احنا مثلهم في طيب. سواء في جدولة أو في أمور تخص المنافسة في الدوري. فأعتقد أنه برضو يرسم علامة استفهام عدم لعب الهلال أو النصر في المنطقة الشرقية في أول ثلاث جولات، مع العلم أنه الفريق القوي ما
ما يهمه يعني تلعبه في الشرقيه، في الابها، في مكه، في جده، في الرياض، ما يهمه الفريق القوي. يعني بعض الصراحه الاطروحات اللي يطرحونها بعض النقاد انا انتقدها حقيقه. الفريق القوي يثبت نفسه بغض النظر عن وين تلعبه فيه. يعني هذه الاعذار هذه يمكن توجه للجمهور يمكن، لكن الجمهور عقلاني الان قاعد يفهم وين الاخطاء ولماذا خسر فريقي، قاعد يعرف. لكن مثل هذه الاطروحات، لماذا هذا يلعب في الحر وهذا يلعب في المنطقه الزينه، وهذا هذه كلها انا اشوف انها اسباب غير منطقيه حقيقه للي يضع مثل هذه الاعذار. لكن ابو عبد الله سؤالي سابقا في الجداول الماضيه او في السنوات الماضيه كان الصاعد له اليه في مقابله مواجهه المتصدرين. اليوم نشوف انه في الجوله الاولى العروبه اللي لسه طالم دوري يلو يقابل الاهلي صاحب المركز الثالث، وعندنا ايضا الخلود يقابل الاتحاد في اول جوله. مثل هذه انت ما تشوف انها يعني قويه بالنسبه لفرق لسه صادم دوري يلو تقابل يعني فرق قويه مثل الاتحاد والاهلي؟ شوف مثل هذا الامر او ان الانديه الصاعده تواجه انديه كبيره، هذا حصل قبل، حصل انه حامل اللقب اول او في بدايه لقاءاته في الدوري يلعب مع الفرق الصاعده. هذه كانت اليه يعني لمده موسمين او ثلاث مواسم مشت عليها الاليه هذه في جدوله المباريات. لكن الاليه هذه اختلفت، اصبح بالفعل مثل هالمباريات هذه او مثل يعني الصاعد يقابل الثاني او الثالث او الرابع في الدوري، كنا نعلم وكنا نفهم انه بالفعل حامل اللقب هو من يقابل مثلا الانديه الصاعده والثاني كذلك. لكن الامر الان اختلف، الهلال مثلا حامل اللقب سيقابل الاخدود في نجران، بينما الاهلي يقابل في جولة الاولى فريق صاعد. هنا تكمن علامات الاستفهام يا ابو سعود. انا قلت لك في بدايه حديثي هنا او في 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 علامات استفهام ولا يكتمل دائما العمل. انا ما اقول الناس الجماعه مخطين اللي جدول اللي وضعوا الجدول، ولكن اول حاجه لم يعلن صراحه كيفيه اليه وضع الجدول، ما اعلن ولا اعطي فكره ولا حتى اقيم مؤتمر صحفي يتحدث عن الجدول وكيف سوف تطرح او توضع الجدول في 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 هذا الموسم. الأمر الآخر لم يعلن أيضا هل اختلف تنظيم الجدول أو ترتيب الجدول عن السابق أو لا، لكن اللي قاعدين نشوفه اختلف الوضع. يعني ما في أي إيضاح، ما في أي توضيح من الرابطة اللي هي معنية بالجدول. الناس قد يخلط ما بين الاتحاد السعودي والرابطة، لا، الجدول أو جدول المباريات هو في الرابطة. فأنا كنت أتمنى حقيقة قبل بداية كل موسم يكون هناك مؤتمر صحفي يختص بموضوع الجدولة، أو يكون فيه بيان رسمي والله الجدولة اعتمدت على الآلية أو على آلية معينة توضع كذا وكذا وكذا، وأنه يعني عشان يكون شفافية في الموضوع وما يكون فيه أيضا الحديث للجماهير في 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 تكهنات في أمور يعني قد يخوضون فيها وهم غير ملامين حقيقة في هذا الموضوع، لما كان فيه توضيح. طبعا يعني من ضمن الملاحظات السريعة أن الشباب يكون عندهم مواجهتين في المنطقة الشرقية يوم في الجولة الثانية أمام طبعا يكون أمام الخليج، والجولة الثالثة بيكون أمام القادسية. العموم كان هذا جدول الدوري دوري روشن للنسخة القادمة بإذن الله. كل الأمنيات بالتوفيق للأندية في تقديم الإثارة والندية، و نستمتع بما بإذن الله بيكون بينه وبين نهاية الاستعدادات اللي قاعد تجريها الأندية الآن، نشوفها إن شاء الله على أرض الملعب.